حد من خط الظهر يكمل ومرقوله ثانيه وثانيه تضرب انفراد وانفراد هو جول بقى هوبا جول يلا جول يلا وضربه جزاء ضربه جزاء صحيح 100% هنشوف الحكم ادى ايه ادى ايه ضربه جزاء باينه ماسك رجله وضربه جزاء بيركز حطها يلا جول جميل جول جميل ابو تريكه الامل كله على الراجل ده العائد من الاصابه والكلام زي ما قلت لحضراتكم كله شايفين الرياكشن ورد الفعل بتاع الجهاز الفني والاحتياطي للنادي الاهلي وشايفين عماد متعب موجود اهو من ضمن البدلاء كله بيتكلم عن اسامه حسن مره والثانيه اسامه ابو تريكه خده حلو ابو تريكه بيعدي وبيلعب على امام البيت وعبد الله جول يلا جول يلا جول جميل جميل يا شوقي جول جميل ويسجل الهدف الثاني 2 النادي الاهلي 0 كوتوكو في اول 10 دقائق وينزل بيها عصام ويلعبها عاليه مباشره سقط نفسه فلافيو عشان يلمس لمسها فلافيو بدماغه ثاني اتلمس حلو راح هو جول ابو تريكه مره ثانيه هو بقول هو بقول يلا جول يلا على الجول الجميل على الجول الجميل 1+1=2 نصب السيرك النادي الاهلي نصب السيرك اداء رائع جدا هجوم شوف ابو تريكه بيعمل ايه شوف ابو تريكه بيعمل ايه شوف اسامه حسني بيعمل ايه مهاره مهاره فرديه عاليه ابو تريكه في الضغط في ظهر الاثنين المدافعين خلاص الاثنين المدافعين جم عليه وجسمه مش معدول يقدر يلمسها لمسها صح ضرب الاثنين المدافعين لعبها في ظهرهم في المساحه اللي جاي فيها بوشه اسامه حسني يحطها من لمسه واحده مفيش اجمل من كده جميله جميله حلوه ماشي اسلام عدى اسلام وبيلعب واحده طويله نقل نفسه نفس الكره الطويله هي برضه هي برضه يلا جول يرجع يلا 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 هي دي هي دي يا جماعه جوال ورا بعضها جول ورا الثاني ورا الثالث نفس اللعبه ايه ده فريق ايطاليا ده منتخب ايطاليا اللي بيلعب السرعه شوف اللونج باس بتعمل ازاي اسامه حسني المره دي ما راحش في التسلل رايح واخد المدافع معاه صعب يلعبها لكن لامح شايف مين اللي في ظهره شايف فلافيو عملها له كعب رجله فلافيو لقاها سهله حلوه حطها بشكل جميل جدا والهدف الرابع سيرك نصبوا السيرك النادي الاهلي مفيش كلام مفيش كلام